واقضي ليالي العمر سمار ودي اسامر, أسامر ليلي وياك واقضي ليالي, ليالي العمر, العمر سمار, سمار واكتب قصيدي لاجل عيناك وانقى من ابنانات الاخيار يحلو الشعر في شفش طرواك لن عزيز ومنهل الدار متميزن عنده وهذا، وصفك عجيب ولا لا بعد صار. صار. كل كلها صاير دوم تعناك كلك غلا، وشوفك اسرار انت الذي كلن تمناك شوفك عرارة. حياه وبعدك اخطار مقدر على بعدك, بعدك وفرقاك لا لا حاول تشعل النار, النار. عارف وتدري وين مسكنك؟ انت, أنت عمود عمو القلب والدار شوفك اسرار، انت الذي كلن تمناك، شوفك حياه وبعدك اخطار <applause> مشاهدين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير نلتقي من جديد من خلال تلفزيون الشارقة وبرنامجكم الأسبوعي سمار نعرج على ساحة الشعر الشعبي والنبطي في أرجاء الوطن العربي لنستضيف العديد من شعراء مهتمين ومعنيين في مجال الشعر الشعبي أو النبطي واللي يبذلون كل الجهد لخدمة هذه الساحة العزيزة الغالية علينا ومن خلال هذه اللقاءات نستضيف في حلقات البرامج العديد من شعراء الوطن العربي وفي هذه الحلقة يشرفني ويسعدني أن استضيف شاعر من ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة من يوم هب الكوس ناسا عذب القوافي احتويها عندي خفيفة البلاسام أصايل تعب عليها ووا يتقدموا حسام حاسم وانا المنصة ليها. وانا برب الكون قاسم باقي المراكز مات لي ركضت في كل المواسم والهينة ما برتضي هوا هلو سولا حرزو طلع السم لصيل ما بتروح في هوا ونمر سوله ما السام وتصفق العالم يديها شبت نيران السام وعذب القوافي ينتخي هوا باسمكم جميعا ارحب بشاعر هذه الحلقه الشاعر عبد الله بن طارش الكعبي ومسيب الخير السلام عليك شاعر سا نور سا يا شاعرنا مساءك الله بالخير يا عبد الله محمد. الله يعافيك طيب. الله يعافيك يا مساء. مرحبا من سرت يا مرحبا الساع الله يرحبك على خير وفضله يا مرحبا عبد الله طالع عمرك نعرف انت من من الناس طبعا اللي عشت في بيئه كلها شعر وشعراء صحيح. بيئه شعريه من جميع الجوانب نعم. هذه البيئه الجميله حركت من طفولة عبد الله مطارش من الكعبي منذ بداية حياته الأولى ليصبح شاعر متميز له بصمته في هذا المجال موضوع. الأدبي الجميل خبرني عن هذه النشأة الجميلة والله نشأة طامرك خط الموهبة هذه كوراثة أعتقد نعم لأن طامرك الوالد عيال عمي كلهم اللي في العائلة 80% كلهم ما شاء الله شعر ما شاء الله عليه نعم نعم و... من طال عمرك من بدينا في العمل نعم تمينا نروح طال عمرك ويا الفرق الحربيه و صحيح نعم وناخذ ونسمع ونتابع تلفزيون دبي الاول نعم فعلا حرك المشاعر نعم وكثير من الشعراء مرتادين طبعا وتلقاهم موجودين من خلال البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه نعم وهذا كان له دور كبير اتوقع فيكم نعم فيك نعم وانت اعتقد ابو محمد تعرف البرامج الاوليه هذه أكيد, اكيد وتعرف حتى الشعراء اكيد اكيد نعم طال عمرك اكيد نعم ومن ضمن هذه الشعراء طال عمرك اللي من اللي اثروا عليك على مسيرتك الادبيه والله وايدين طال عمرك ولا على الشعراء كلهم زود الله يطول نعم عمرك الوالد الوالد كان له دور كبير نعم في مسيرتك الاولى نعم الوالد طال عمرك شاعر معروف ويعرفونه من الشرق والغرب طال عمرك ما شاء الله اي نعم نعم الله يطول بعمره وعمرك يا ربي نعم آه منو من الشعراء القريبين منك عبد الله من يعني وانت في بدايه غير الوالد كان ولد يعني عمي طال عمرك مصبح بن علي, علي الله يسلمك ومحمد يسلم بن طناف موجه لهم تحيه نعم من خلال هذا البرنامج ومسيهم بالخير و تاثرت بهم كثير ترى وفي طال عمرك الشعراء الأولين وايد يعني والجمري حياة الشاعر سالم نعم سالم الجمري, الجمري نعم ايضا الفن الحربيه من الفنون الجميله عندكم ومعروف دائما المناطق الشرقيه الجميله هذه تمتاز بشباب ما شاء الله بالاضافه للكبار محبين هذا الفن نعم الرزفة عندكم في مواقعكم لها شهرة لا تميز لها خصوصية خاصة الرزفة طال عمرك من جيل على جيل نعم. ما أعتقد أنها تنتهي يا أبو محمد لا طبعا تراث هذا هي, نعم. هي نعم أكيد تراث بس يمكن الموسيقى شوي نعم غيرت التراث صحيح هي نعم صحيح فعلا هي نعم نعم وأنا طال عمرك وعمرك طويل سويت الفرقة الحربية نعم من 99 ما شاء الله عليك اي نعم ما شاء الله عليك عندكم كم عدد الفرقه تقريبا يوصل يوصل 50 50 مش... 40 45 نعم نعم رزفاتكم اكيد وشعراءكم المشاركين في من الجيل القديم وفي من الجيل الحديث اتوقع عبد الله صحيح تحاولون تشركون اكيد يعني من ضمن طامرك الشعاره الحربيه نعم سالم بن علي عندك طامرك سيف محمد ابو نعم هذا اللي طامرك كلهم بصمه اكيد صحيح نعم صحيح وطبعا اذا بيحضرون العرس احنا لازم الواجب علينا ان نظهر وهم ي... اكيد اكيد نعم. ناس لهم اولويه قدامه نعم. فعلا صحيح نعم ومن مؤسسين الفرق نعم نعم سيف شخص من محمد الكعبي هو حي وسلام شخص من الجماعه اللي رزفوا في الثمانينات وقبل الثمانينات ترى انا هي هي نعم. قديم الله يعطيه الصحه نعم. والعافيه محمد بن هاشم الشريف محمد بن هاشم الشريف خوي نعم. وشاعر سالم صبح المقبالي نعم. محمد سعيد الفطيسي عبد الله بن يعروف اي نعم نعم هذيل القدامى هذا عمرك وايضا شاعر ايضا الشطي في العين نعم راعي فرقه قديمه نعم. جدا صحيح والناس المتميزين بالاضافه لوجودكم وجودكم انتم والله يطول بعمرك شو التطورات والتغيرات اللي طرا على فن الحربيه عندكم عبد الله. والله يا ابو محمد الموسيقى نعم وثانيا ما لها الشرقه هي الاوليه ما بي الشرقه لا شو السبب عبد الله؟ السبب ضع عمرك صلاه الافراح الاول ضع عمرك تذكر من لين التسعين نعم الاعراس تكون في البيوت نعم واللي يبي يرزف وهاوي نعم. رزفه نعم يجيك الروح يبي يرزف صحيح هيه. بدون ما تدعي ايه فعلا الحين سوى مثل التجاره يا الله ايه نعم تغيرت تغيرت بعدهم طال عمرك اللي اللي لهم الهوايه الشعراء الاوليين نعم واللي طال عمرك اللي عند اللي يحب الرزفه وفن الرزفه نعم. والشواب اللي باقين هذيله نعم اللي هم, اللي هم دور في هالشيء الحين ايه نعم ويشاركونكم عبد الله يومكم اي نعم يشاركون ونرحب طال عمرك والله اي نعم انا اذكر أنت ذكرتني بحياه الراح بن سالم الجراح النعيمي الله نعم. يغفر له ويرحمه راعي عيمان راعي عيمان اي نعم كان دوم يشارك الفرق وخاصه عند بن يعروف عند عبد الله بن يعروف نعم الله يمسيه بالخير نعم ويحط ويحط شور بعد نعم فعلا نعم سبحان الله اي نعم وهذا ايضا يعني محتا مثل هذا الفن الجميل لان لو انت الرزفه او الحربيه هو شعر قصيد جميل قصيد نعم قصيده مقبلنا وملحن ولذيذ اي نعم عرفت الحربيه الان الاضافات اللي اضيفت لها هذه انتم كشعراء وكشعراء رزفه عبد الله تحس ان هذه الاضافه اضافت شيء او غيرت شيء غيرت للجيل الجديد هذا علمتهم ليوله نعم علمت وعلم وحد طال عمرك ياخذ يستفيد من القصيد اللي يسمعونه بين الصفوف. نعم. نعم. صحيح. وايضا نلاحظ ان الشعراء دائما في فرق الحربيه حتى المشاركين يتطورون يتحسن ادائهم. صح. اعتقد توافقني هذا الراي عبد نعم. في ناس طال عمرك ما تعرف ترزف، ما لحقت على الجيل الرزفه. نعم. بس في البدايه بيكون من بعيد يطالع الرزفه صحيح عقب يجي طال عمرك الفضول انه يكون بين الصف يشارك بيكون نعم على الصف الاخير صحيح عقب يتقدم فعلا فعلا عقب يمكن الله يعطي هاي الموهبه انه يرزف وفعلا حتى اللي ويله اللي ولو تلاحظ ابو محمد نعم في شعراء الحين نعم ما شاء الله الشباب يعني اللي في العشرين 20 25 تلقاه بيصفوه يعد نعم رزفه صحيح يتعلم صحيح فعلا نعم فعلا خدمت شرائح نعم كبيره من المجتمع هذا الشيء طال عمرك احنا يعني يوم مثلا نكون في عرس ولا في شيء نعم يعني نرحبهم يعني بالعكس أكيد نشجعهم اكيد تبونهم هي نعم نعم محتاجين ايه؟ ان هذا الفن يتم باقي ويتوارثه جيل عن جيل ايه نعم وهذا الصح طالع وهذا لا بس مهما كان مستحيل انها لا لا هذه هي ايه؟ تراث 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 باقي طعمرك باصل الامارات ودول مجلس التعاون خاصة نحن وعمان ايه نعم. تقريبا وحتى ايه نعم. نفس مسار العرضه في الكويت والسعوديه صحيح نفس الشيء تقريبا ايه نعم. مع بعض الفروقات البسيطه صحيح نعيش في قصيده من قصايدك عبد الله الله يطول بعمرك نهديها مشاهدينا حاضرين يا متابعينا يقول طال طيب سمعت فنان العرب ونوره ونوره قال الاماكن كلها مشتاقه الله اكبر سمعتها وقلبي طلع من طوره طوره وخاجت من فوادي العليله عواقه قواقة. الله بلاني فيه هو غندوره دوره وروح المولع دائما عشاقه لله كني اشاهدهم بصوت وصوره صوره وعيني لدارة دائما تواقه الله ربان وابحر في لجيج بحوره واغوص واسبح في لجيج اعماقه يطيب لي في الراي واتبع شوره حشيم في طبعه وحلوه اخلاقه. قال الله. مسجل التاريخ بين اسطوره اسطوره اسم الغلام منحوت بين اوراقه الله يا ويل قلب من هواه وجوره دورة يلي بقايا الروح له من ساقه ساقه في الود انا دارس وعندي دوره عارف ملازم الهوا وذواقه حافظ عليك امشي على نهج الهوى ودستوره لو كان روحي من الهوا معتاقه الله اكبر الله اكبر, أكبر تسلم يا عبد الله تسلم تسلم الله يطول عمرك عبد الله لو بغينا يعني أه الرزفة أو الحربية تعطينا بعض النماذج منها نشرحها للمشاهدين أو نسمع مشاهدين بعض من النماذج ممكن نسمعها من قطار عمرك سواء المنحة القديم أو الجديد عندكم عبد الله والله في رزفة يقول لي ودك ما تعذر بالظروف يوصلك لو كان دايم شغل يا سلام واعدني توصل الدار وتلوف بروف. وين وعدك والكلام اللي حصل الله اكبر من ضمن الرزفات الاوليه ابو محمد الله الاوليه يا عبد الله والرزفات الحديثه شو التغيير فيهن؟ اللحن بالعود والالات الموسيقيه طال طيب عمرك ولا نفس الشيء؟ نفس الشيء ما في فرق إيه. الموسيقى عطت الجيل اليوم نعم اليولا بالعصا وبالسلاح نعم و... نعم الاول تعيدوا لكم بسلاح ثقيل إيه. مشرخ صحيح. كند ايه, إيه. إيه. الاوليه والرد والرد طبعاً عمرك يسمونها وقافيه واقفه نعم إيه. نعم هذه الرزفه الليانيه يعني. فرق يعني فرق سبحان الله إيه. عبدالله عبد الله ترزفون الرزفه الواقفه الان لحد من العراسه وبعض المناسبات والله على حسب الرزيفه ابو محمد نعم. الجيل هذا ما ما يرمش لها الرزفه طويلة الله إيه. صعبه علي اي صعبه لانه مره تقسمها الرزفه فعلا مره أوه. في حديث ويا الشاعر عبد الله بن يعروف الاشعبي الله يمسيه إيه. خلال لقاءاتنا في برنامج سمار فتحدث قال لي بطي الموسيقى تعطي مساحه تريح الرزيفه وتريح ايضا شاعر الرزفه صحيح بينما الرزفه الواقفه اليابسه تتعب الصف ايه تتعبه صحيح ما شيء ما يعني راحه ما في على طول فظني لك تعليق في هذا الجانب عبد الله والله ما معلق على الشعار هذا الله يطول بعمرك احنا تعلمنا منهم هذه. الله يطول بعمرك وعبد الله عبد الله بن يعروف طال عمرك له باع طويل في الرزفة الحربية صحيح واعتقد انه يمكن من اوائل الفرق الحربية الاول نعم نعم وطلعت من هذه الفرقة عدة فرق وايد صح من ضمنها فرقة سام صبح نعم ففرقة طال عمرك محمد محمد سعيد نعم يعني عدة شعرة تقريبا فعلا نعم فعلا, نعم فعلا آه سالم سويدان نعم المقبالي نعم المقبالي نعم نعم واللي وسالم سالم سويدان طال عمرك هو اللي هو اول واحد حط الموسيقى في في الرزفه الحربيه اللي دخلها سنه كم تقريبا عبد الله تتوقع؟ اعتقد انه في من من 2002 2004 2000 يعني في ال... بدا بدا الدخول الالات الموسيقيه اي نعم طعم الرزفه ذوق الرزفه نشوه نشوه الرزفه هي لوليه ولا لا؟ هي يا ابو محمد حد من الجماهير والمشاهدين والمتابعين أيوة. يقول لك يا اخي انا اسمع الات لكني انا افتقد سماع الكلمه من الصفين اللي موجودين. يمكن من السماعات. صح هذا الكلام في بعض الاوقات؟ في تستوي تستوي نعم صوت السماعه يكون اعلى او الالات اعلى هي. اعلى عن صوت هي. الأخوة الرزيف. يعني يعني طيب طال المفروض صاحب الفرقه نعم يضبط الصوت الاجهزه مع الالات الموسيقيه. نعم أه عبد الله بن من طارش منو من الشعراء اللي تحب انك تقرا لهم تسمع لهم وتتابعهم دائما ما في حد محدد يا ابو محمد صراحه يعني. ما تبحث عن الاسماء انت لا تبحث عن القصيد اي نعم وفي شعراء يعني لو لو اخاف احطي اسم نعم زين واظلم شعراء فعلا نعم صح صراحه في شعراء ما يعني انا بقول لك من ناحيه انا اسمع للشعراء كلهم وهذا الصح نعم فعلا لان الشاعر بحاجه انه يسمع لكل شاعر بدون الأسم يتبع القصيدة الجميلة صحيح المميزة ذات الإبداع المميز نعم آه نقدر نقول أن الحربية لها دور كبير دائما في تعلق الشعر وفي آه الحربية أبو طيب محمد ارتجالية يعني تقويك في القصيد يا سلام هي لأن أنت نفس الوقت إذا بتجاري شاعر نعم بترحيب وهو بيرد عليك أو عرفت؟ نعم انت تجيب القصيده نفس الوقت صحيح مش انك كاتب لنا قبل او ما إنك. عندك وقت لا هي الرجال مواجهنك مواجهنا خلاص لا. او او جايينك داغر عليك ضيف نعم وانت تبي ترحب هذا اللي يقوي الشاعر أنا, انا بوجهه نظري لا لا كلامك صحيح نعم خلنا نسمع شيء من قصايدك الحلوه الجميله والله في شله أه. شل ابو شيء طيب وانت ما شاء الله بعد ما نسالك عن هالجانب اه نبي نسالك عقب لنا سؤالات حول ابو محمد تفضل عبد الله تهمل الدمعات من عيني بحزن بهم بي وشجوني الله اكبر بوسط يوفي براكيني يا الهي كون في عوني نبض قلبي ما خطر محيني يظلم و يبهي يكوني أكبر وإن ضواني الليل يعتيني الموت وتفاجأ بالكفوني سكين. وكل ما بي من مضعنين لي عليهم توهم لَعِيُونِي هجرهم والله مشجيني ليتني ميت ومدفوني لو بهاجر باجي سنيني ناسين والفه الكوني ما أَنْسَى من ينسيني حبهم في القلب مكنوني شكل اول المزعيني جوهر ويا تَفْلُونِي بس خليه يسليني عن حياتي ما يعظوني تهمل الدمعات من عيني بحزن بِهَمَّ ما وشجون يا سلام سلامتك يا ابو الله يسلم غاليك ويبارك عبد الله على هذه الابيات الجميله ما عليك زود ما وعلى هذه الشله الحلوه من متى بديت تقريبا في الشلات عبد الله؟ والله طال عمرك يمكن 15 سنه ما شاء الله اي نعم منو اللي كان له تاثير حول اتجاهك الى هذا الجانب؟ والله وايدين ابو محمد التاثير اكثر واحد مصبح صبح بمعدي. علي نعم. راعي شلات؟ يحب قال انت مجالك الشلات رقم واحد كذي اي نعم صبح روح يشل؟ لا والله ما سمعنا ما لا ولا انت واحد من احنا نسمع له قصيد ابو ابو <applause> علي اي نعم لكن شلاتة تحيه ابو علي من وكان يشجعك في هذا الجانب؟ وايد ما شاء الله اي نعم جميل الشله عبد الله في تصورك شو الامور اللي محتاجنا الشاعر اللي وده يبدع في هذا المجال أن يكون شاعر فعلا مميز في هذا الجانب شو شو الأمور اللي ممكن أنت محتاج أن يكون هذا شاعر راعي شلة؟ والله أبو محمد اللحن أنا من وجهة نظري نعم الألحان اللي يجيبها على القصايد نعم اللحن اللحن, اللحن اللحن يرفع القصيدة ولا نزلها؟ صحيح ايه وصوت الشاعر أكيد له دور أكيد والنسخ أكيد اي نعم فعلا لأن شوف نحن لو رجعنا إلى الشلات القديمة الطارج والونة يعني. ما يجيده كثير صحيح عدد محدود على الاصابع صحيح حياه عبيد بن معضد النعيمي الله يرحمه كان نعم. يشارك يعني عندي في العديد من برامج الاذاعيه والتلفزيونيه نعم. وعندك طال عمرك آآ آآ ايضا شاعر حميد بن علي الرزي نعم وحياه سيف بن سلطان بن غليطه الغفلي هذه اهل طارج وهل على ما تقول صحيح. ايضا من الجيل اللي من جيلنا نحن آه شاعرنا هادف بن محمد الدرعي الله يمسيه بالخير نعم عافية الله يعطيه الصحة كان يشارك وياي في مجلس شعراء الامارات الشمالية وايضا من خلال الاذاعة وكذلك اظن الشاعر الكويتي الخير انا ما التقيت وياه لكن كان يشارك من ضمن برامج ثانية نعم في مجموعة في مجموعة صحيح في مجموعة آه بينما اللي كان يشل اللحن القديم مثلا من الالحان القديمة القديمه حمد الشاعر حمد الله يغفر له ويرحمه الشاعر حمد بن عبد الله العويس اول مشل قصايد من ظاهر بلحن صحيح وبعدين اداها حمد بن رباع الكعبي نعم بلحن ثاني وايضا حياه الشاعر علي برحمة الشامسي الله يرحمه صحيح له جانب خاص نعم على ما تقول وتدري الصوت الجميل دائما انت ودك تسمع القصايد الحلوه نعم الجميله مثل قصيدات كادي الله يعطيك الصحه والعافيه ما عليك زود يا ابو محمد جماليات الكلمه سهل الممتنع ما فيها صعوبه يعني انت محتاج قصيدك توصل لابعد حدود صحيح عبد الله فلو كانت اللهجة أو الكلمة صعبة ما بتوصل بالطريقة اللي أنت تبغاها لكن القصيدة الجميلة الخفيفة كل حد يعني يسمعها وتوصل لأقرب لأكبر عدد أنت تتصورها صحيح محمد إذا مصبح بن علي الشعبي كان من الناس اللي شجعوا عبد الله بن طارش بالإضافة إلى أنه يكتب قصيد إلى أن يتجه إلى جانب الشلة نعم وأتوقع أنه كان للتشجيع أيضاً في دخولك فن الحربية اخوه سالم بن علي بعد نعم لأ دور وبصمه كبيره حتى في في الاونه هذه نعم ما شاء الله عليه ابو مانع ونوجه نعم له بعد تحيه الله يمسيه بالخير والعافيه كان وياي في الفرقه وما زال ما شاء الله نعم عنده الحان حربيه جميل سالم نعم بن علي سالم بن علي ما شاء الله عليه جميل نعم جميل تدري لما تلقى مبدعين في الفرقه وناس نعم ما شاء الله مميزين كشعراء وعندهم ايضا الحان جميله هذه تضيف اضافه جميله جدا للفرقه ولا ولشاعر الفرقه تبصرا صحيح ترفعك يعني اكثر نعم اول بدايتك وكتاباتك تذكر اول قصيده كتبتها عبد الله؟ والله ما تحضرني ابو محمد الحين ها؟ أه؟ ما تحضرني ما تذكرها نعم يعني لو قلنا البدايه عمرك عمرك في حدود كم تقريبا اول قصيده تكتبها؟ حدود حدود 20 21 ما شاء الله عليك داريك. في ال 20 21 نشرت اول قصيده لك نشرت طال عمرك في في الشعر وفن شعر فن الله ملحق شعر فن كان سالم سيف الخالدي نعم هو يشرف عليه نعم, نعم نزلت عندهم ما شاء الله نزلت طال عمرك في نفس جريده الاتحاد كايام نجاح المساعد نعم نعم ونزلت طال عمرك في مجله جواهر جواهر نعم نعم, نعم مره واحدة صحيح نعم كان يشرف عليه الاخ الشاعر سيف سيف السعدي الخير نعم نعم اذا هذا بشاره طيبه في ذاك الزمان نعم فتره التسعينات ترى والي نعم شو كان شعورك وانت ترى قصايدك موجوده في الملاحق وتلقاها في الجرايد في المجلات شو كان انطباعك عبد الله؟ لان, لأن الشهره عن طريق الاعلام الاعلام التقليدي احنا نسميه اذاعه وتلفزيون وجرايد ومجلات نعم الحين المجلات و... خليل. الجرائد ما حد يطالع قليلة، كلها يعني كله كله بالتليفون صحيح، آه اذا انت بديت اول قصايدك تقريبا في العشرين واحد 21 نعم ونشرك كان عبر الوسائل تق... وسائل تقليديه اللي نعم. الجرائد والمجلات نعم. وهذا اكيد فرحت فرحه يعني كأنك بعيد لان ما توقعت ان تمشي القصيده لانها توصل عند سالم سيف الخالدي نعم يشيك على القصايد يشيك نعم يعني ما تعطي القصيده وينزلونها كم تاخذ تقريبا من ترسلها عبد الله اللي تنزل اسبوعين اقل حاجه يا سلام نعم وانتم تنتظرونها احنا ننتظر زين مجالس وشعراء المجالس في ذاك الزمان وبرامجهم الاذاعيه والتلفزيون والله كنتوا تتابعونها كان يرونك ابو محمد نعم يعني خاصه يوم الاربعاء كل <applause> ينتظر اي والله تتابعون متابعه اي نعم ايام المسجلات طال عمرك نسجلهم بعد الله اي نعم في حلقات مسجله عندكم لليوم اي بس الحين خلاص الشرايط ما تمشي الحين 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 كلها سي دي <applause> نعم الله يطول بعمرك نعم من يقول ان شاء الله عبد الله ليش يغلب طابع العتب دائما على قصايدك؟ احب قصيد العتاب تحبه اي نعم حتى رزفاتك تباع عتابيه؟ لا على حسب الموقف اللي في جو 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 الجو الجو نعم جو, جو العرس او مناسبة وطنيه فعلا على حسب الجو نعم. الرز غير وبخصوص القصيده صحيح بس اميل على العتاب اكثر ميل على العتاب إيه. نسمع شيء في العتاب والله ابو محمد كل شيء تبان مره كلها تحب تهدينا يقول طال عمرك عمرك طويل قلبي انا هم مستريح قلبي انا قلبي انا هم مستريح الله اكبر نزاف من كثره الجراح جراح العشق خلاني طريح كاني طعين بالرماح الله اكبر الدمع من عيني نضيح يوم اذكر سيد الملاح غالي شال الكون الفسيح كل ما نظرته في انشراح واللي بناس اساس صحيح اكيد من هم استراح يا قلب لا 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 تطيح الصبر مفتاح النجاح تسري المراكب دون ريح وجنيت من لول النصاح الله الله, الله اكبر ان شاء الله دائما تجني الخير يا عبد آمين الله امين يا ابو محمد الله يطول بعمرك ويبارك فيك أه نقول دائما ما تحب ان تمزج الخيال في قصائدك بالواقع. هل تحب الواقع ولا الخيال في القصائد؟ الخيال يا ابو محمد. الخيال؟ نعم. يعني معظم قصائدك واقعيه ولا خيالي؟ خياليه؟ خياليه. شو السر؟ ما نقول واقعيه. <تصفيق> 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 الخيال تحس مجاله اكبر واوسع نوعا ما؟ والله اوسع. اوسع. نعم. شو الفرق اذا كانت القصيده واقعيه واذا كانت القصيده واقعيه لكن مضاف لها بهارات خياليه او اضافه خياليه ما جربت على على النوعين لكن في نظرك شو الافضل توقع الواقعي افضل فعلا أيه. مثل مره في نقاش مع مع واحد من اخوان الشعراء فقال يا اخي انا قال قال انا اضيف الخيال ما اقول لك ما اني اضيفه لا له اضافات لكن إذا قصيدة مش واقعية ما أقدر أكتبها إلا إذا موضوع كلفت به من قبل أخوة موضوع وطني موضوع الموضوع جانب الموضوع الوطني مستحيل بيحطي شيء من الخيال نعم ثانياً طال عمرك يمكن في العشق نعم في العتاب صحيح يمكن يكون فيه يحط مصطلحات من الخيال صحيح أي. عبد الله انت من محبي الهجن وسباقات الهجن وتربيه الهجن؟ نعم. وعندك عزبه؟ عندنا عزبه نعم. الله عزبه بوش ولا عزبه ركض نوعين. نعم هذا طمر عزبه الانتاج موجوده. نعم. نعم. وعزبه ركاب موجوده عند واحد من الاهل. احنا نضمر ونودعه. ما شاء الله عليك. نعم. من متى بديت تقريبا اهتمامك بهذا الجانب؟ من يوم الله. انا صغير ويا ابويا. الله. اه انا اعشق الهجن من يوم انا صغير. لانك انت ربيت آه. مع ابوك طال عمرك والناس القريبين منك اللي هم معنيين بهذا الجانب وهذا آه. وهذه طبعا رياضة لها تقدير ولها لها مكانه في دوله الامارات وتربيه الهجن تربيه الاصايل ايضا يعني يفرح بها الكبير والصغير طول لي بعمرك آه. وفي نفس الوقت تعتبرها من الاصوليات اللي واحد ممكن يحافظ عليها لك قصايد في البوش؟ او في الركاب. نعم عديناها في اول الحلقه. كم قصيده تقريبا كاتب للان؟ والله وايد بس في وحدة طال عمرك نعم كنت عندي عند علي بن راشد بن غدير نعم ويمدح طال عمرك بعيره الشيخ حمدان الله يطول بعمره نعم محمد الشبابي حلو وانتاج الشبابي وركض الشبابي نعم وحبيت اني قلت بسوي كم من بيت. يقول عبد اقول يا علي ابغي انوخ للشبابي. شبابي. كان عندك يا الخوي سوي لي وسيله. سيله. من تلاد النوق صيلات عرابي وانا عيني تنظر زمول الاصيله. صيلة لا يسرحن في الشوط لو جوا ضبابي. اي والله. والرمز يا ابو حسين غصبن تشيله. نعم. صفقنهن خود تلعات الرقابي خدهن رياضي كما برق المخيله. الله اكبر. خذي يوابي يا الخوي واسمع يوابي. يوابي. أشهد ان ذا الفحل ما فيه حيله حيله. حيلة ما على شكله وجد بين الركاب، كان ربي خالقه بروحه فصيله. الله اكبر، نعم. الله نعم. اكبر. عبد الله لو رجعنا شوي للهجن، شو من يعني خيار الاصايل اللي سمعت بن وشفتن وارتحت من ركضهم في دولة الامارات ودول المجلس؟ في الزمان نعم. الزمان اللي خطف اللي خطف والزمان الحالي. الزمان لو طال عمرك ظبيان صوغان نعم. وشاهين نعم هذه نعم هذه الاصيله اللي كانوا يمرحون لها نعم شواب كانوا وكانوا, وكانوا عند في كل بيت بدوي بتلقى سلاله ضبيان فعلا هي صحيح هي نعم موجود ومشهور ويعتزوا بها الاوليين الشواب الاوليين نعم خيار الاصايل اللي اسم متواجد في ميادين السباق في دوله الامارات تذكر شيء منهم في الوقت الحاضر وايد الوقت عندك اعمار عندك, عندك نجود عندك يعني افعال للراس يعني كثير كثير تذكر الطياره الطياره ايام سعيد سالمين والشيخ زايد الله يرحمه <applause> <applause> علي سالمين الله يمسيه بالخير نعم ناقص سمو الشيخ بن زايد النيان نعم زين والشبله ناقص صاحب نعم سمو الشيخ زايد الله, الله الكثير ومحنه نعم ناقص صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نعم والعديد وعمار ناقص سمو الشيخ حمدان بن محمد نعم بن راشد مهاجر بعيرة الشيخ طحنون نعم نعم كان له بصمه هيك الايام فعلا اي نعم نعم نبي نعيش في شلة من شلاتك الخاصة نهدي مشاهدينا الأكارم يا أبو محمد ويلي عشوفه فرح في الخيد قضى الهجر حولا على حول كنا غدا بم العرب حيد ومسار بيع العمر مهمولة من الوصل يا المظنون لا بد لانك على بالي على طول على طول لا الله يا ويل قلب الود وكل السبب شَعْرَ منشوله. حافظ عليه. سمعت قاضي اعلن الحد وانا حَبَّ الخود مقتوله. اي أيوة والله. الله عندي جزر نومد واسبح في بحرك عرض وطول يا سلام كلمة حبيبي منك تسد انسى الكدر لو كنت معلوله معلول انت الدوا ولا غيرك حيد وانت على لواف مسؤول مسؤول ولي عشوفه هي في الخيط قضى الهجر حولا على حوله وسلمت يا ابو محمد أول بعمرك تسلم عمرك طويل يا ابو تسلم تسلم يا عبد الله حلو لما تكون تسمع من شاعر قصائد منوعة ذات أغراض ومنوع جميل وايضا تتحدث وياه في مواضيع عديده انت نعم. نفسيا ترتاح نعم. ودك نعم. تساله ودك تاخذ منه وايضا على ما يقولون فاكهه الحلقه دائما شلات جميله اماراتيه لذيذه ممتعه مالك زود يا ابو محمد نحن نطرب لهذا الشيء يا عبد الله ان نلقى الشاعر والله ل... شعر الشلات وايدين ابو نعم. محمد وفي شعره طعمرك بعدهم ما ظهروا على الساحه الشعريه نعم. ونتمنى منكم انكم تظهروهم حاضرين احنا نعم. مستعدين عبد الله لو رجعنا شوي وياك الى اهل الشلات القدامى منو عبد الله اللي سمعت بمتابعتهم وكنت انت معجب بصوتهم الجميل؟ محمد بن هاشم الشريف؟ نعم محمد, محمد تقريبا اذا تذكر بدا في اي فتره؟ ايام يوم كان عند الشيخ زايد الله يرحمه الله يرحمه كان ينزل شلات عن طريق التسجيل قبل شعراء دبي اذكر كان يشارك ويانا في مجلس شعراء الامارات الشماليه الله يمسيه بالخير نعم. ابو حمدان ابو حمدان نعم. و... وكان يعد فقل له ابو حمدان نبى نسمع شيء من صوتك العذب الجميل نعم. وهو ما شاء الله دومه متحمس نعم نعم محمد بن هاشم الشريف وعندك حمد بن حي احمد بن حي نعم. احمد بن حي لو شاحي نعم نعم الله يمسيه بالخير وممسيه من خلال البرنامج نعم شاعر جميل و... له صوت عذب وحمد الدرعي حمد احمد احمد بن سرحان الدرعي احمد بن سرحان نعم مسيف نعم. الخير شاعر نعم. وعزيز وغالي علينا نعم. جميل نذكره من هيك الايام ابو محمد نعم يعني هادف بن كل... محمد درعي الله نعم. يعفو عنه نعم. وندعو له بالعفو راعي الطارج نعم هذا الرجال شارك وياي الله يحفظه الشاعر هادف بن محمد درعي من اهل الطيبين ذو نعم. اخلاق جميله الله يشفيه نعم منك. سبحان الله يعني مبدع في فن الطارج غير الشلات الردح طبعا الـ بس شعراء الونة تراهم محدودين لو تلاحظ الونة أو نعم الطارج القديم لأنه محتاج مثل ما تفضلت وقلت أنت محتاج نسخ طويل نعم نفس نفس آه أكثر من الشباب الشواب الأولين فعلا نعم. نعم صح أذكر عبيد بن معضد النعيمي الله يرحمه نعم شاعر الوقن الخاص والعين يعني الله الناس نعم القدامى مبدع في هذا الجانب لهم بصمات يا ابو محمد لهم مبدعين عبد الله مبدعين يا اخي يعني مهما نحن تكلمنا عنهم ما نقدر نوفيهم حقهم لانهم هم فعلا الاساس الاساس نعم. وهم يستاهلون كل خير الصراحه إيه نعم. الله يرحم الميت ويطول عبد الله شو في تكتب اكثر شيخ كتاباتك؟ كتاباتي؟ نعم في العتاب في في الغزل نعم نعم وفي الهجن في الهجن نعم تحضر سباقات الهجن دائما انت من رواد السباقات في الميادين؟ والله على على حسب عندي اذا عندي اعلى فرصه عندي اجازه نعم طبعا وفي ركض لازم بسير صح فعلا نعم ترى اللي عشق الناموس ما يصبر عنه هاي المشكله ومتعود على الشيء هذا نعم خلاص اصبح على ما يقولون متولع به دوم صحيح نعم عبد الله بالنسبه لمجالس الشعر اليوم انت برامجنا الاذاعيه التلفزيونيه اللي كانت والله ابو محمد انا لاحظنا أن البرامج هاي يعني قلت برامج الشعراء أنا ما أتكلم عن عن البرامج اللي فيها مسابقات صحيح، أنت تبي مجالس شعر. المجالس صحيح والاستضافة و... و... تكون أكثر من من شاعر صحيح تكون حلقة نفس نفس قبل نعم نفس النظام الأولي ايه نعم فعلا يعني أنت ودك أن يكون مجلس شعر أذكر ذكرتني بحلقاتنا القديمة من خلال مجلس على الإمارات الشمالي الحلقة من بين 20 إلى 30 شخص أه ترى مو بسيطة تصور حتى لو تنقسم حل... حلقتين نعم صح ولا لا؟ نعم طال عمرك بيستضيفون شاعر شاعرين صحيح 50 دقيقه 40 دقيقه نعم انت تحتاج الى أك... اكبر عدد ايه انا انا اميل لهالشيء يعني انا صح. شو افضل وهذا مقترح يا ابو محمد لا لا شيء طيب نعم. الله يطول بعمرك لان شوف طال عمرك اليوم على ما يقول رضا الناس غايه لا تدرك لا تدرك نعم لكن نحن نسعى مجتهدين وبعد اخذ المشوره منك وشراويك والناس الطيبين اللي يشاركون عندنا في البرامج ومن خلال برامج سمار كل واحد له وجهه نظر وكل واحد له راي وهذه اراء حلوه نعم. يعني تطلع براي جميل لخدمه الساحه الشعريه والله الشعرية. نتمنى طال عمرك انهم يستضيفون الشعر اللي, اللي الناس ما تعرفه صحيح فعلا في كثير من الشعراء انا انا اعرف طال عمرك اكثر من شاعر نعم قصيدهم ما شاء الله ما عليه كلام بس ما حصلوا الفرصه صحيح والله يا عبد الله نحن نوجه لهم الدعوه من خلال تلفزيون الشارقه برنامج السمار نقول يا مرحبا بمخاوين شمه وين ما يكونون في ارجاء الوطن العربي مو بالا في الامارات في الامارات في عمان في, في الخليج في كل المواقع بالعكس نحن نحتضن هؤلاء المبدعين بصدر الرحب ونباهم نبا مشاركتهم نبا تواجدهم لان تواجدهم طال عمرك داعم كبير لنا ولهذا البرنامج ونحن ما وجدنا الا لخدمه هذه الساحه. الشعريه المميزه. خلني اسمع شيء من قصايدك الحلوه الجميله. البارحه فزيت من نومي بلي احساس. احساس. من زود همن يعصر في وادي وله تفسير. الله. شروك كليب اللي انطعن من رمح من جساس بالغدر مطعون ان شراته بس جرحي غير. غير. يا رب هون عوق يلي ما يجيه نعاس. الله. يفز من نومه بلا وعي عسنا خير. خير. والوقت يطعن بس ياما اكبر طعون الناس. س. وعلوم بعض الوقت ما ظني تبع تخبير. والله. احوال ناس. وحال بعض الناس ما له اساس الله يعين اللي يتبلى والبلاء تحذير يلا. الله الله اكبر الله اكبر صح لسانه صح الله ابداعك الجميل هذا المميز الله, الله يطول بعمرك عبد الله اليوم مواقع التواصل الاجتماعي خدمة العالم ابو عبد الله عبد الله شو رايك انت في مواقع التواصل الاجتماعي ما خدمة الساحه الشعريه وخدمة خدمة والله في الجروبات الشعراء هذه عندنا احنا في جروبات شعرة نعم. يمكن ست سبع جروبات عندي يعني يلا خذ اي والله وكل جروب كم عندك؟ تقريبا والله, والله يوصلوا في السبعين والثمانين يلا صور اي نعم ومن مجلس التعاون الخليجي بعد يلا شوف العالم اللي موجود ما شاء الله نعم عندك هذه واحده من وسائل التواصل الاجتماعي عبر وسائل مثلا الواتساب اللي انت موجودين عندك مجموعه جروبات نعم كلها شعر وقصيد ونقاش وحوار نعم للشو للرقي بالساحه الشعريه للرقي بالكلمه لك وللثاني وللثالث وللرابع والعالم اللي موجودين والله با. عندنا مشاركات من المملكه العربيه السعوديه ومن سلطنه عمان ومن عندنا من الامارات كنا نعم في جروب صحيح كل واحد طامرك عمرك يقصد في الثاني اكيد فعلا وفي طال عمرك الارتجال هذا الشيء في الجروبات هذا, هذا الشيء الجميل في نفس الوقت نعم يرسل لك ابداع ابداع اي اي والله هذا الشيء هذا الشيء المميز عبد الله هذا اللي نبغيه احنا عبد الله فكرت في اصدار ديوان لا والله يا ابو محمد بعدك نعم ما حد الحين انت لو تلاحظ ما اعتقد حد يدخل المكتب إلا إذا ياخذ اغراض المدارس الا قليل نعم الا قليل ها زين انت من محبي الديوان المسموع؟ والله يا ابو محمد انا عندي بعض ديوان شعراء نعم واطلع عليهم بيني وبين نفسي تعلم يوم اكون فاضي صحيح واحب اني طال عمرك تسمع اسمع من اذا حد يابلي لي مثلا سي دي او شيء حلو اي احب ترى هذا اقول لك هل يوم من الايام انت تفكر أن يكون لك ديوان مسموع؟ والله من امنيه ولا في بالي نعم بس انت عمرك اللي شجعتني على هذا خليتني الحين اتمنى انا هالشيء اي ضروري لان شوف الديوان طال عمرك المسجل صوتي هي. ومسموع وخاصه اذا حاولت تنزله كليبات ايضا مرئيه للمشاهد المستمع للمتابع يكون قريب منهم ترى عبد الله. المرئيه كنت. معقوله بتنعرض في النت في, في التواصل الاجتماعي. نعم. اما ان ديوان يكون في كتاب انا ما ما اعتقد. تحتاج وقت. ايه. نعم فعلا. ما ادري نحن اليوم صراحه سررنا نشوفك وتواجدك هذه الحلقه الجميله. وانا اسعد طال عمرك. الاخ العزيز عبد الله من طارش المكعبي، هل من كلمه تحب تهديها مشاهدينا الاكارم؟ الله يطول الله يطول عمرك نفرح بأراكم رضا وانا طال اشكرك على الاستضافه الله يبارك فيك نعم انا شاكر تواجدك مشاهدينا الاعزاء عشنا حديث جميل وقصايد جميله مع شاعرنا عبد الله بن طارش الكعبي باسمكم جميعا تقدم له بجزيل الشكر والعرفان لمشاركته في هذه الحلقه نتمنى من المولى عز وجل ان تجمعنا لقاءات جديده مع شعراء من خلال هذا البرنامج تحيات طاقم البرنامج ومخرج البرنامج ماجد شومن وإلى اللقاء في حلقات أخرى وحتى ذلك الحين دمتم في حفظ المولى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا والله إن غرامك يسري في دمي حتى خلايا الجسم تشهد على ذلك شوفك يزيح الحزن يا مبعد الهمي عن روحي يلي بكل أشواق تسعالك حلو تلاقي بعد سنتين نلتمي سنتين صابر عشوفك والقلب هالك يا ريم ليتك قريبي أو بني عمي أو جار بالبيت وأنا ساكن أحذالك ومن زود حبك ترى نسيتني اسمي ولو تطلب المستحيل في ذمتي جالك أمرك على راسي وعيني وعلى خشمي وساكرات موتي عشانك والله تفدالك بهديك مقطع موسيقي ألف الوسمي والحان عبد الحليم رومنسي ويحلالك ميحد حمد ولا تبغي تسمع الجسمي ولا حمّله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية